بسم الله الرحمن الرحيم. أنتم تعلمون حديث الصحيحين في الثلاثة الذين توقد بهم النار، ومنهم ذلك الذي قرأ القرآن فيوقفه الله بين يديه فيعرفه نعمه فيعرفها، فيقول له ماذا عملت فيها؟ فيقول أي ربي قرأت القرآن فيك وأقرأته فيك. فيقول الله لو كذبت، هو حافظ القرآن وقرأه وأقرأه، التكذيب على أي شيء سلط، ما محل التكذيب هنا في قول ألم يقرأه؟ بلى. ألم يقرأه؟ بلى. لكنه قال قرأته فيك، محل التكذيب هو فيك، قرأته فيك وأقرأته فيك. قال الله كذبت، إنما قرأت، ويثبت له أنه قرأ، إنما قرأت ليقال قارئ وقد قيل. توقد بهم النار، الغنم بغرم. روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، عرفها ريحها لم يجد. ألسنا نرى ذلك في واقع الشباب اليوم؟ بلى. لماذا تتعلم؟ يقول يجب أن أتعلم شيئا لأحدث الناس، لأكلم الناس، لأنصح الناس. ما أقامك ربك هذا المقام؟ كان مالك رحمه الله يقول: تعلمت هذا العلم لنفسي وكذلك كان الناس. هذه كلمة حقيق أن تكتب وتجعل في مرمى بصر كل أحد. إذا أخذ مضجعه ففتح عينه وجدها مكتوبة أمام عينيه في الجدار: تعلمت هذا العلم لنفسي لأعبد ربي على بصيرة، ما تعلمته لشيء آخر أبدا. ثم لا يقول إن ذلك كان حاله هو فقط، وإنما كان ذلك حال الناس جميعا، كل من تعلم علما إنما يتعلمه لنفسه، وكان الله ينشر علمهم وينفع بعلومهم عباد الله. لما صار العلم يتعلم لتنصح به وللأغراض التي ترونها، ما انتفع الناصح ولا المنصوح. روى الترمذي عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليباري به العلماء أو يجاري به السفهاء ويصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار. ألسنا نعرف هذا اليوم؟ هذه الثلاث متحققة، لا يجادل في هذا إلا منكر للقطعيات المرئيات المبصرات المحسوسات. ليباري به العلماء وليماري به السفهاء وليصرف وجوه الناس إليه فيقول ذاك ذاك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فعل، من طلب علما لهذا، لهذه الأمور، أدخله الله النار. الجرح سنك، الجرح سنك، تبيع وتشري ولا تغش المسلمين تدخل الجنة. أليس المراد هو الجنة؟ هذا هو المراد. روى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطلبوا العلم لتباهوا به العلماء ولا تماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. الغنم بالغرم. في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان وما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، قد كنت أمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. فما نفعه العلم؟ ألم يكن الجهل أولى به؟ القضية في المنجاة، انظر ما ينجيك عند ربك، ما يكون سببا لدخولك الجنة فافعل. الجنة لها أبواب كثيرة، ليس لها باب واحد هو العلم، بل أحيانا العلم قد يكون سائقا وقائدا إلى النار، نسأل الله العافية. وفي الصحيحين هذا في حديث المعراج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت أقواما
تقرض شفاههم بمقارض من نار. فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. أتقرؤون كتاب الله؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وروى البيهقي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال إنما أخشى من ربي يوم القيامة أن يناديني على رؤوس الأشهاد فيقول لي يا عويمر فأقول لبيك ربي فيقول ماذا عملت فيما علمت. هذه الخطورة، وهذه التي كان العقلاء من العلماء ينصحون بها ويربون عليها أبناءهم. وأنتم تعرفون تائية أبي إسحاق الألبيري التي أخرجها وأبرزها فخر طنجة الشيخ سيدي عبد الله قنون رحمة الله عليه. أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك إن عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن أمرت وإن نهيت، ويجلو ما بعينك من عشاها ويهديك السبيل إذا ضللت، ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذخره لك إن ذهبت، وإن أعطيت فيه طويل باع. وقال الناس إنك قد رأست فلا تأمن سؤال الله فيه بتوبيخ علمت فهل عملت. فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست. إذا ما لم يفيدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت، وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت. هذه هي القضية. فالمقبل على هذا الباب ينبغي أن يستحضر الجهتين، جهة الخطر والغرر وجهة الشرف والعزة. فإن نظر بعين واحدة فإن نظره أحول، يوشك أن يخبط به خط عشواء. وقد قلت أمس لبعض الطلبة ولعل العشواء أن تكون أهدى منه سبيلاً.